بسم الله الرحمن الرحيم. منذ بداية جائحة كورونا يقوم قسم العلاج الطبيعي باتخاذ أعلى معايير الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار مرض كورونا، ولضمان تقديم خدمات علاجية آمنة لمرضانا يقوم حالياً قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الرميلة، واستجابة للإجراءات اللازم اتخاذها لاستئناف خدمات العلاج المائي، قمنا بخطوات هامة تضمن للمريض وللمعالج السلامة أثناء جلسة العلاج المائي، وتوفير كل ما يلزم من أدوات هامة سيتم استخدامها في هذه المرحلة. وحدة العلاج المائي في مستشفى الرميلة على أخبة الاستعداد لتقديم خدماتها العلاجية فوراً حسب إرشادات الإدارة العليا بمؤسسة حمد الطبية، راجين للجميع وافر الصحة والعافية.